السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والتي سنتناول فيها الذكرى 18 لاحتلال العراق. ففي 9 من نيسان عام 2003 وقعت بغداد في قبضة المحتل الأمريكي، والبداية من هنا كانت لمسيرة انهيار حضاري وثقافي واجتماعي واقتصادي. الاحتلال البغيض أدى إلى قتل وإصابة وتشريد ملايين العراقيين بفعل الحرب التي لم تتوقف بعد احتلال بغداد، وظهر التمدد الإيراني وانتشرت الميليشيات في العراق مدفوعة بمشاعر الحقد الطائفي والسرقة والتسلط على أموال البلاد. بعد 18 عاما من الاحتلال أدرك القريب والبعيد في المنطقة العربية والعالم الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ترك العراق شاة مذبوحة على المسالخ الأمريكية والإيرانية. لمناقشة الذكرى 18 لاحتلال العراق نرحب بضيوفنا، حيث سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم مرحبا بكم. وعبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور عبد الرزاق مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أهلا بكم. ومن فيينا عبر الهاتف أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، قبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. قبل 18 عاما كسرت بوابة الشرق العربي، فكانت بداية الانهيار، انهيار المنطقة العربية وتحولها إلى ساحة صراع بين الغزاة. بغداد في 9 من نيسان عام 2003 وقعت في قبضة المحتل الأمريكي، والبداية من هنا لمسيرة انهيار حضاري وثقافي واجتماعي واقتصادي. فبعد احتلال بغداد أخرج العراق بشكل كامل من دائرة التأثير الإقليمي، وحكم على شعبه بمعاناة طويلة لن تنتهي مع انحسار عاصفة الغزو الأول. فالحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر وضع حجر الأساس لبلاء العراق القادم، العملية السياسية التي ستأخذ دور الوكالة لإكمال مشروع الفوضى والخراب. قتل وأصيب وشرد ملايين العراقيين بفعل الحرب التي لم تتوقف بعد سقوط بغداد، إذ أعقبتها حملات عسكرية عدة استمرت لعدة سنوات وكانت دموية. ظهر التمدد الإيراني بشكل مفاجئ، وانتشرت الميليشيات في مدن العراق مدفوعة بمشاعر الحقد الطائفي والسرقة والتسلط على أموال البلاد. أحزاب وتيارات وكتل لا حصر لها تحكم صورة الدولة بشكل عبثي خال من الحنكة السياسية أو الضمير الوطني، وهمها الوحيد استغلال المناصب لجمع الثروات ونيل رضا المحتل الأمريكي والإيراني. الصحة والتعليم والخدمات والأمن والاقتصاد قطاعات أصبحت هي الأسوأ في المنطقة، وانتشرت الجريمة المنظمة والمخدرات، وضاع الشباب العراقي بين قهر الداخل ومر التغرب واللجوء. بعد 18 عاما من احتلال بغداد أدرك القريب والبعيد في المنطقة العربية خطأه الجسيم في ترك المدينة شاة مذبوحة على المسالخ الأمريكية والإيرانية. فإن غفرت بغداد للمقصرين من العرب، فهل ستغفر لهم مدنهم التي اكتوت بالنيران القادمة من بوابة الشرق العربي؟ إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية الذكرى 18 لاحتلال العراق، أبدأ مع الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، بإحاطة ربما تكون سريعة، كيف رأيتم آثار الغزو الأمريكي البريطاني على العراق بعد 18 عاما؟ هل انتقل العراق إلى مستوى أو مرحلة الديمقراطية؟ هل حقق ما يصبو إليه الشعب العراقي دكتور؟ نعم، شكرا لكم. أهلا بك. أنا أعتقد أن العراق اليوم هو يعني رتب له أن يكون في مرحلة الأنصاف. يعني حينما نتحدث عن العراق نتحدث عن دولة بين هلالين معترف بها من دول العالم. طيب. لكنهم يتعاملون، يعني بعض الدول يتعاملون معها على أنها نصف دولة.
هذا من جانب. من جانب آخر نحن نتحدث عن نصف مدن العراق مدمرة مع وعود دولية وحكومية لإعمار هذا الأمر. نحن نتحدث عن نصف مؤسسات الدولة بنيت بطريقة بين هلالين رسمية ونصفها الآخر بطريقة غير رسمية. وهذا يعني أننا حينما نعود إلى البداية نحن نتحدث عن مؤامرة أنصاف الحلول وأنصاف البناء. العراق أخرج من المعادلة الإقليمية والدولية عبر هذه السياسة. العراق اليوم يعيش في حالة نصف الدولة، لا هو دولة واضحة معالم، لا هو دولة ديمقراطية، ولا هو دولة دكتاتورية، ولا هو دولة دينية، ولا هو دولة مدنية، ولا هو دولة ميليشياوية. لا يمكن أن تحدد، وأنت المتابع الحصيف، أن تحدد شكل الدولة العراقية. هذه إشكالية كبرى، ربما فتوى من سين أو صاد يمكن أن تقلب الأوضاع. وفي الدستور يقولون نحن نظام ديمقراطي برلماني اتحادي. ما الذي أوصلهم إلى هذه الحالة؟ هذا هو المخطط الدولي الذي أريد منه إخراج العراق من المعادلة. وقد نجحوا فعلا، لكن عبر عملية سياسية. يعني تم بهرجة الأمر على أنه هنالك عملية سياسية، على أنه هنالك انتخابات ديمقراطية، على أنه هنالك صناديق اقتراع، هنالك إرادة، من يريد أن يغير فليذهب إلى صناديق الاقتراع. وعليه هذه الحالة تجعلنا نعود إلى البداية. يفترض بنا ونحن نقف بعد أكثر من 18 عاما على أطلال حالة نصف الدولة أن نخجل من أرواح الشهداء، أن نخجل من ملايين المعوقين، أن نخجل من ملايين اليتامى والأرامل، أن نخجل من أهالي المدن التي دمرت. ما الذي جنيناه من هذه الحالة؟ هذا يعني أننا أمام مشاريع بين قوسين، داخلية وطنية وخارجية غريبة تريد خراب العراق، لم تفلح في بناء ما يصبو إليه المواطن. نحن نريد اليوم في العراق أن يعني نجعل الشهيد وهو في قبره أن يفرح بأنه لم يقدم روحه سدى، وإنما قدمها من أجل مصلحة الوطن والمواطن. حينما نتحدث عن عشرات آلاف العراقيين الذين وقفوا وقتلوا واستشهدوا وهم يدافعون عن العراق أمام الغزو الغادر والاحتلال الغادر، وبالتالي غدر بهم أبناء وطنهم. اليوم يعني الذين يعني غالبية الذين جاءوا مع المحتل الأمريكي اليوم يدعون المقاومة. هذه التناقضات تجعلنا في حيرة. وبالتالي من يريد النصرة للعراق عليه أن يفضح هذه المشاريع التي تلبس ثوب الوطنية وتلبس ثوب المقاومة، لكنها في الحقيقة هي التي دمرت العراق وأوصلت العراق إلى هذا الخراب المستمر. دكتور، سأعود إليك في وقت لاحق، ولكن أنتقل إلى الدكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور عبد الرزاق، نجدد الترحاب بكم. دكتور، لو نعود إلى التاريخ، يعني إلى الوراء قليلا، كما تعلمون في 8 نوفمبر 2002 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار المرقم 1441 الذي اعتمد بالإجماع. هذا القرار يمنح العراق فرصة أخيرة للامتثال بالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، وأيضا مجلس الأمن حذر العراق صراحة وبكل وضوح من أنه سيواجه عواقب وخيمة إذا لم يمتثل لمقتضيات هذا القرار. على ماذا اعتمد مجلس الأمن في قراره هذا دكتور؟ شكرا جزيلا. أهلا بك. وشكر موصول أيضا والترحاب بالأخوة الأعزاء الضيوف وأيضا بالمشاهدين الكرام. حقيقة موضوع احتلال العراق هو ليس موضوع يعني جديد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العراق منذ يعني 10,000-15,000 سنة كان ولا يزال وسيبقى مستهدف من قبل القوى الأخرى. لأن العراق حقيقة يمتلك إمكانيات وقدرات نادر ما تتوفر في أي مجتمع من المجتمعات أو أي أرض من الأراضي يعني المعروفة بالعالم. ولذلك العراق كان وسيبقى نقطة استقطاب يعني لكل من يحاول أن
يسيطر على العالم أو يجد من المكاسب المادية والمكاسب والثروات التي تتوفر بالعراق بكميات يعني كبيرة جدا. حقيقة موضوع قرارات مجلس الأمن ابتداء يعني منذ خلينا نقول منذ ستينات القرن الماضي، الهيئة المتحدة وطبعا من يقف وراءها ويتحكم بها، نقصد بها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقة كانت تخطط من وقت مبكر للهيمنة والسيطرة على العراق لأسباب كثيرة، يعني منها أنه هذا البلد يمتلك قدرات عقلية، يعني البشر الموجودين في هذه الرقعة من الأرض يمتلكون قدر كبير من الذكاء، من الوعي، من الإدراك، وأيضا تتوفر لديهم مساحة ممتازة جدا من حيث الإمكانيات، يعني الثروات، النفط والمعادن الأخرى، وأيضا النهرين العظيمين دجلة والفرات، الأراضي الزراعية، مناطق السوق. حقيقة هذه كلها نقاط يعني تعتبر نقاط قوة ونقاط ضعف، لأنها نقاط قوة إذا ما استثمرت ستحول دور العراق من دور يعني بسيط محدد إلى دور محوري. ولذلك يعني كان من أهم أهداف المخطط الأمريكي اللي وضع حقيقة من خمسينات القرن الماضي الهيمنة على العراق، هذا المخطط أنه يخرج العراق من معادلة الصراع في المنطقة، معادلة القوة في المنطقة وأيضا في العالم. وتأسيسا على ذلك، لاحظ ما تعرض إلى العراق من خمسينات وحتى هذه اللحظة من سلسلة من عمليات المؤامرات، أو من سلسلة من عمليات حقيقة محاولة السيطرة على البلد وخصوصا السيطرة على أهله. وطبعا هذه أخذت مناحي مختلفة، منها موضوع جر النظام البديل في إيران، نظام الملالي، الذي جاء أساسا لتنفيذ مخطط، يعني الخطوة الأولى دي كان هو العراق حقيقة. يعني المعلومات، الشاه في أواخر أيامه رفض أن يستخدم هو كأداة لمواجهة العراق أو للعدوان على العراق، لأنه الخميني طبعا كان لديه استعداد لأسباب كثيرة أن يمارس هذا الدور العدواني على العراق. وطبعا الكل يتذكر كيف اعتدت إيران على العراق، ودخلنا في حرب طويلة 8 سنوات، وهذه حرب أيضا جرت إلى نتائج أخرى، منها موضوع يعني تحريك بعض الدول العربية خصوصا الكويت. وطبعا هذا كله كان مخطط، وللأسف يعني احنا في بعض الحلقات ربما انجرينا إلى يعني أن ندخل في أتون هذا المخطط الخطير الرهيب اللي وضعته المخابرات الأمريكية وأيضا الحركة الصهيونية العالمية. هذا كله جرنا إلى موضوع الحصار الظالم وسلسلة القرارات والاعتداءات التي مورست على العراق، وكان طبعا آخرها هو ما تفضلت به القرار الأخير 1441. حقيقة يعني أنا واحد من الناس، أنا التقيت بالشخص المسؤول عن الجانب العراقي بالمباحثات، يعني أتذكر في الشهر الثاني في شباط 2003 سألته، طيب يعني دكتور، يرجى منكم الاختصار رجاء، يعني لو تفضلتم بذلك. نعم تفضل. في يعني في عام 2003 بالضبط اعتقد في شباط، قعدنا انا وياه، سألت سؤال، قلت له هل يعني فعلا احنا عندنا اسلحه دمار شامل؟ جاوبني بالنص، قال لي نحن لا نمتلك هذه الاسلحه، والولايات المتحده الامريكيه ولجان التفتيش وهيئه الطاقه الذريه الدوليه يعرفون جيدا أن العراق لا يمتلك هذه الأسلحة، ولكن حتى يجدون مسوغ ومبرر خصوصا بغطاء دولي، ومثل ما قلت مجلس الأمن والأمم المتحدة حقيقة هي عبارة عن دوائر صغيرة في الخارجية الأمريكية. ولذلك كل القرارات التي صدرت يعني منذ 91 اللي هي كان قرارات معدة سلفا، وهذه كلها طبعا دافعها هو إيجاد المبررات أمام العالم، أمام الرأي العام العالمي، أمام المجتمعات الأمريكية والبريطانية، وأيضا لمحاولة إقناع جزء من العراقيين أنه البلد الذين يتواجدون فيه يعيشون فيه هو بلد
يسعى إلى امتلاك القوة نعم دكتور. النووية. طيب ولذلك هذا طبعا كله كان مصوغات في سبيل تمرير العدوان واحتلال العراق اللي صار في 9/4/2003. نعم طيب دكتور، سأعود إليك في وقت لاحق. أنتقل للأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم من جديد. يعني الاحتلال الأمريكي غزا العراق بحجة إسقاط النظام الدكتاتوري، وأيضا هو بشر بحقوق الإنسان فيما يخص الحريات والتداول السلمي للسلطة. هل حقق الاحتلال فعلا ما بشر به على مستوى الحقوق والحريات أستاذ ضياء؟ في البداية السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. وتحياتي أيضا لضيوفك الكرام والمشاهدين. بعد احتلال العراق عام 2003 وبدأ حل المؤسسات العراقية العسكرية والأمنية والمدنية، بدأت الضعضعة بالنظام الاجتماعي العراقي. النظام الاجتماعي العراقي، احنا نعرف العراق مبني على أنظمة اجتماعية، والمؤسسات هي مؤسسات أغلبها نقابية، نقابة العمال، نقابة الفلاحين، نقابة الفنانين، كل العراق مبني على هذه. من تأتي الولايات المتحدة وتعمل هذا بأسلوب واضح من البداية، أنه بدأت بالعملية الطائفية من مجلس الحكم، وحتى النظام الدستور الذي وضعه بريمر كان هو الأصل من عدة، هو تجزئة العراق ووضعت الطائفية ووضعت العرقية والإثنية داخل الدستور. هذه العملية هي تجزئة المجتمع العراقي إلى عدة طوائف، ونحن لحد هذه اللحظة من بداية الاحتلال ولحد هذه نحن نعاني من الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام الدستوري الذي عملوه. هل حققت هذا؟ لم تحقق أي شيء على الساحة. احنا نتكلم نعم. على ما حدث في الوقت الحاضر في العراق. نعم. العراق مقسم اجتماعيا، مقسم طائفيا، مقسم عرقيا، وكل واحد يجر بعرض واحد يجر بالطول. حقيقة الوضعية السياسية الموجودة في العراق والانتهاكات لحقوق الإنسان هي أتت جراء ما وضعوه من أنظمة ودساتير في داخل المجتمع العراقي. هي الأنظمة والدساتير غريبة جدا، يعني لحد هذه اللحظة وزارة التخطيط لا تتمكن من إجراء الإحصائية السكان حتى يتمكن وضع برنامج لحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية والصحية. لا توجد الحكومة العراقية موجودة في حيرة. المناطق الشمالية، قصد المناطق الكردية، لا تقبل بالإحصائية، والعراق يريد الإحصائية حسب الطائفة. نعم. وبعض السياسيين الموجودين داخل الحكومة يرفضون هذا الشيء. إذن المعارك هي داخلية، والمعارك هي وجدوها قبل الاحتلال. البرنامج السياسي الذي وضعه الأمريكان هو قبل الاحتلال باعتراف وزير الخارجية السعودي السابق، وقال انه نعم. الامريكان جاءوا من البدايه انه يضعون الدستور العراقي حسب الطائفه والعرقيه والاثنيه، ليست يضعون دستورا محترم بين الناس حتى ممكن يتعامل به الدوله. الدوله العراقيه بالوقت الحاضر، اشاروا الضيوف الكرام التدخل الايراني، نعم التدخل الايراني بالاجهزه العسكريه والامنيه والتعليميه والتربويه وحتى الصحيه في كل مؤسسات الدوله هي مسؤوله عنها ايران بالوقت الحاضر. هذه المشاكل التي تحدث في العراق، اذا مشاكل ليست مشاكل، هذه قبل الاحتلال بدات بالتجهيز وتبريرها. دخول الامريكان للعراق، أنا متأكد 100% الأمريكان والبريطانيين وكل دول العالم يعرفون أنه العراق في ذلك الوقت لم يملك أسلحة دمار شامل، عندهم طيب. الأجهزة مالتهم. نعم. واعتمدوا على الأحزاب والسياسية الطائفية الموجودة بهذا الموضوع. طيب أستاذ ضياء، سأعود إليك ولكن أنتقل إلى الدكتور جاسم. دكتور جاسم، أستاذ ضياء تفضل وقال بأنه العراق مقسم على جميع المستويات إثنيا وطائفيا ومذهبيا وحتى عرقيا. هل موضوع التقسيم أو هذا التقسيم المقسم هل كان مدروسا أم أنه خرج عن نطاق السيطرة؟ يعني لا شك أن قضية التقسيمات العرقية والمذهبية والقومية في العراق ما كانت واضحة المعالم في مرحلة ما قبل 2003. نعم.
لكن بعد 2003 بدأت تدريجيا تظهر هذه المسميات أنه الأكثرية الشيعية والأقلية السنية وأقليم كذا، هذه الأمور استغلت بنجاح كبير سياسيا. طيب. وتم استخدام المنظومة الدينية بين هلالين لتوظيف أو لتشجيع غالبية الناس بما فيهم ما يسمى الكثير من النخب على الذهاب للعملية السياسية أو لتأييد هذا الطرف أو ذاك عبر البوابة الدينية أو المذهبية أو القومية. وبالتالي أظن أنهم استثمروا قضية المذهب استثمار كبير جدا، وأعادوا العراق إلى مراحل لم نكن نعتقد أننا سنعود إليها. ذلك لأن الأديان والمذاهب لا يمكن أن تؤمن بالعودة إلى الوراء. كل دين يعني من الأديان هو دين تقدمي، دين يدعو إلى عمارة الدين عبر بناء الدنيا. طيب. وبالتالي من يريد أن يعمر آخرته عليه أن يبني دنياه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرس. طيب. هذا يؤكد على أن الذين يريدون أن يعودوا للعراق إلى مراحل ما قبل 1400 سنة، هذا ليس من باب حب سين أو صاد من الصحابة الكرام، لا، هذا من باب تدمير وتخريب الدولة العراقية. من يريد أن يبني العراق عليه أن يفكر بكيفية إنتاج السيارات، بكيفية إنتاج الطائرات، بكيفية إعادة على الأقل المعامل التي دمرت. اليوم نحن نعاني من عدم إحياء المعامل التي دمرت. طيب. هذا الأمر يقودنا إلى حقيقة كبرى، أن هنالك مؤامرة على العراق باسم الدين وباسم المذهب. أنا أتصور أن غالبية الأحزاب نجحت في توظيف البعد المذهبي والديني في الوصول إلى البرلمان العراقي. طيب. بدليل أننا حينما نتحدث عن قضية الجهاد الكفائي التي أصدرها السيد علي السيستاني. طيب. معلوم في الشريعة والدين أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان. أنا سأتفق جدلا مع الفتوى. طيب. هم قالوا نحن نفتي بالجهاد الكفائي للحفاظ على المقدسات، على اعتبار أن داعش كان بحسب زعمهم كان قريبا من كربلاء والنجف وربما يأتي إلى الكاظمية وهذه المناطق. طيب. فأصدروا فتوى الجهاد الكفائي على اعتبار أنهم يريدون الحفاظ على المقدسات. طيب. لكن بعد أن انتهى داعش وأعلن النصر وأعلن حيدر عبادي كتلة النصر على اعتبار أنه القائد العام لقوات مسلحة ووظف هذا النصر سياسيا. نعم. ما هو المبرر الشرعي؟ أنا أتكلم بمعلومة ولا أتكلم بسياسة. نعم. ما هو المبرر الشرعي لبقاء فتوى الجهاد الكفائي؟ الحال تغير، وبالتالي يفترض. ما الهدف منه دكتور؟ ما أنا الهدف؟ سأصل نعم. لهذا. نعم. اليوم حينما نرى الحشود الموجودة، الحشود العسكرية في العراق. نعم. هذه الحشود استغلت ماذا؟ استغلت فتوى الجهاد الكفائي. طيب. وهذا يعني أن الفتوى لم تكن بريئة، وإنما كانت بمخطط مدروس وبدقة وعناية للوصول إلى مرحلة عسكرة المجتمع العراقي. حينما نرى يعني مئات الصواريخ تجوب في بغداد في استعراض عسكري، ثم قبل أيام رأينا جماعة ربع الله يعني في منظر غريب في العاصمة بغداد، ورئيس الحكومة عاجز لا يملك القدرة على مواجهة هذا الأمر، ربما وحسب ما يقولون أنه لا يريد أن يجر البلاد إلى حرب. نعم. يعني مواجهة ما بين الحكومة والميليشيات. نعم. وهذا يعني أن من يريد، وأنا خطابي الآن لمرجعية النجف، إن كنتم حريصين على 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 أن يبقى العراق في مرحلة السلم والسلام، عليكم أن تسحبوا فتوى الجهاد الكفائي بسبب تغير الحال
في العراق اليوم. نعم. لا يوجد اليوم قوة لتنظيم داعش على مواجهة الأجهزة الأمنية، وإنما ما موجود هو عمليات كر وفر، وهذه لا تحسب مثل ما سيطر على ثلاث مدن. 2014. إذن القضية سيدي كريم، علينا أن نحرك الأجهزة الدينية ونحرك الأخيار من الأجهزة الأمنية العراقية. إحنا ليس كل من هم في الأجهزة الأمنية العراقية هم أشرار وهم مجرمون، بالتالي نحن نحرك الحس الإنساني الأخلاقي الوطني العشائري عند هؤلاء من أجل أن يقبضوا على يعني على المجرمين وعلى القتلة وعلى السراق، في سبيل أن نؤسس لمرحلة على الأقل تكون موطئ قدم لبناء عراق خال من القتلة والمجرمين. طيب دكتور عبد الرزاق، لو تحدثنا عن الدستور الذي وافقت عليه النخب السياسية بعد الاحتلال، هذا الدستور كما تعرفون كتب بأيادي الاحتلال. على المستوى السياسي فرض الاحتلال دستورا ونظاما سياسيا وروج بأنه سيكون نموذج للديمقراطية في المنطقة العربية، لكن بعد 18 سنة من الاحتلال ومن هذا الدستور، هل تحقق ما روج له الاحتلال على مستوى السياسي في العراق؟ نعم، الحقيقة هو موضوع الاحتلال وما كان يدعيه قبل وأثناء وبعد الاحتلال، يعني هو مجرد بروباغندا، يعني دعاية أكثر منها خطط عملية تنفيذية. يعني العراق بدل ما كانوا يدعون أو يقولون أنه ستحول إلى واحة للديمقراطية في المنطقة ونموذج يقتدى به، حقيقة صار نموذج آخر، نموذج يعني ليس فقط مسيء ومزعج ومؤذي للشعب العراقي، وإنما أيضا مؤذي ومزعج إلى كل المنطقة. والآن بدل ما يشار إلى العراق على أنه تجربة ديمقراطية متميزة، حقيقة يشار العراق أنه بلد بدولة فاشلة، بلد رقم واحد بالفساد في العالم، بلد منتهك من الجميع. يعني لا توجد مخابرات الآن بالعالم إلا ولديها أصابع، لديها حضور، لديها تأثير داخل المجتمع العراقي. الحقيقة الدستور أسس لوضع شاذ في العراق، لأنه بالأساس الدستور بني على يعني باطل، بني على جوانب حقيقة هدفها تمزيق وحدة المجتمع العراقي، تفتيت المجتمع العراقي، توجيه المجتمع العراقي بغير ما كان يتوجه إليه قبل الاحتلال. احنا طبعا العراق معروف يعني من التاريخ الطويل العميق لهذا البلد، لهذا الشعب، بلد يعني بني على التكاتف الاجتماعي، على التفاعل الاجتماعي، المواءمة الاجتماعية. حقيقة اللبنة الأساسية اللي بني عليها الدستور هو تفتيت وتمزيق هذه اللحمة الوطنية الشعبية العراقية المجتمعية. ولذلك الدستور هذا دستور حقيقة ملغوم، دستور معوق، دستور وجد لكي ينسف يعني بنية المجتمع العراقي ويحول من مجتمع متكاتف متعاضد منسجم متفاعل إلى مجتمع يعيش حالة من التمزق وحالة من التخلف، خصوصا وأن محاولات يعني الشيء الحقيقي اللي يثير انتباهي، حتى هذا الدستور اللي الآن احنا نتحدث عن يعني السوء الذي فيه والجوانب السلبية التي فيه، حتى هذا الدستور الآن هم يعني ما يلتزمون به. تخيل أنه دستور سيء، دستور سلبي هم فرضوا على المجتمع ومرروا بطريقة يعني بالتزوير وبالضغط وبأساليب غير يعني شريفة، ومع ذلك حتى هذا الدستور هم لا يلتزمون به. فمعنى أنه هم حقيقة عندهم يعني سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الإيراني، وطبعا بصمات المخطط البريطاني، لأن هذه الأفكار الحقيقة اللي تطبق الآن أغلبها أفكار يعني شغل أبو ناجي يعني بريطانيا. فلذلك حقيقة هم حاولون يعني المجتمع العراقي بدأ كان مجتمع حركته يعني من الداخل إلى الخارج، تأثير على مستوى المنطقة، تأثير حضور، يعني تشوف العراق من انكفى، من تم احتلاله، من تم تدميره، الآن يعني كل هذه المشاكل التي يعني حصلت
من 2003 لحد الآن بسبب غياب الدور العراقي وغياب دور الشعب العراقي وتأثير الشعب العراقي في كل المنطقة. فإذا هذا الدستور وجد لكي حقيقة يعطل القدرات والإمكانيات العراقية بدل أن تتوجه لبناء مجتمع متراس، مجتمع متفاعل، وينقل قوته وإمكانياته للتأثير بشكل إيجابي على كل منطقة، إلى مجتمع الآن يطلق عليه مجتمع فاشل، مجتمع متخلف. وطبعا الدور الإيراني يعني دور حقيقة يعني سيء، ودور مرسوم ومتفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنظام، نظام الملالي في إيران قبل الاحتلال. وأنا حقيقة لا يعني أنا شخصيا لا تفاجئ بالدور الإيراني. وكنا نذكر نائب رئيس الإيراني في وقت أعتقد في عام 2005 قال لولا الدعم الإيراني لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية ولما استطاعت بريطانيا أن يحتلون. طيب دكتور، نعم أستاذ ضياء، الأزمات التي يعاني منها العراق على مستوى الحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والصحي والتعليمي والقائمة في ذلك تطول، هل برأيكم المشكلة هم من استلم الحكم في العراق، هذا الحكم الذي استلمته الأحزاب المدعومة بالميليشيات والمدعومة هذه الميليشيات من إيران، هل تعتقد أن هنا سبب المشكلة أم أن القوانين المنظمة بالأصل هي أصل المشكلة، وأعني هنا الدستور؟ المشكلة الموجودة بالعراق هو الظل الأكبر الذي وقع على العراق وعلى المجتمع وعلى الدولة العراقية هو الدستور العراقي. الدستور العراقي بمتناقضات عدة، بمضاربات عدة، بعدم الاتفاق حتى الفقرات تنفي الفقرة الأخرى. يعني من يقولون إحنا دولة مدنية وبعدين يأسسون هذه الميليشيات الطائفية، إذن هي ليست بدولة مدنية. الدولة المدنية تختلف عن ما يجري بالعراق. العراق هذا الدستور له ضلع أكبر، والضلع الثاني يعني إذا نقسمها بالنسبة، وأنا ما أعرف النسبة شلون واحد يقسمها، الجانب الثاني هي الأحزاب الدينية الموجودة بالعراق بشيعتها بسنتها، هي جزء كبير من تحطيم الدولة العراقية. لا توجد دولة عراقية بالصيغة القانونية اللي واحد ممكن يعتمد عليها، لا القضاء العراقي مستقل ولا السياسة بالعراق مستقلة لأنه مسيرة من قبل إيران، ولا حتى المجتمع العراقي اختلفت عند الأمور. المجتمع العراقي من تخلي احنا الأحياء موجود عندنا الأحياء حسب ترتيب السابق بالعراق من زمان، يعني من عصور. الأحياء الموجودة حي المعلمين، حي المهندسين، حي النفط، هذه الأحياء التشمية هم حتى هذه الأحياء بدأ التغيير، مالت التغيير الديمغرافي. أخطر ما هو يحدث بالعراق هو التغيير الديمغرافي بالوقت الحاضر. الأحزاب السياسية لها الضلع الكبير بتدمير البنية التحتية للمجتمع العراقي، وهذا التدمير المبرمج والمسير والمخطط له من إيران والميليشيات الموجودة في العراق. الدكتور عبد الرزاق تكلم أنه الحالة انتهت من بعد داعش، وتم تحرير داعش بألفين المناطق الموصل والمناطق الأخرى في العراق، وانتهت الموضوع. خلي يطلع السيد السيستاني المرجعية ويقول يا أخي انتهت، إذا نحلوا هذه المشكلة. هذه الميليشيات ما إلها أصل ولا إلها وجود بالوقت الحاضر. لحد هذه اللحظة هم يتقاسمون الثروات حتى في الموصل، حتى في المناطق الأخرى. أنه المشكلة هي مشكلة إحنا ما نعرف نفسنا، إحنا مجتمع ديني، مجتمع طائفي، ولا هي عصابات تحكمنا. أنا أتوقع هذه العصابات، والعصابات تدار من قبل إيران، وإيران تريد توضع العراق. ليس طيب. إيران، الدول الجوار، يعني أغلب الدول الجوار الموجودة، يعني ما بر دولة من دول الجوار لها أطماع بالعراق. هذه الدول الجوار وبعض الأحزاب السياسية القوية الموجودة المتمركزة في العراق أيضا لها ضلع بعدم الاستقرار بالعراق. طيب. لحد هذه اللحظة لا توجد بناء اجتماعي
ممكن يعتمد عليه العراقيين لتخليص العراقيين من البطالة، من الحالة الصحية. يعني احنا ما عندنا سياسة ولا توجد دولة ممكن واحد يعتمد عليها او تخطط تخطيط لمسافة معينة، خطة لسنتين لثلاثة لخمسة سنوات، هذا الشيء ما موجود بالعراق. نعم، في كل دول العالم موجود، حتى في الدول الأوروبية يوضعون برنامج اقتصادي، برنامج صناعي لتطوير البلد. بالعراق هذا الشيء ما موجود اطلاقا. يجي حزب ينهب، يجي الحزب الثاني ينهب، ويتقاسمون ثروات العراق حسب ما يردون هذه الاحزاب. طيب دكتور جاسم، عندما نتحدث عن الذكرى 18 لاحتلال العراق لابد من ذكر المقاومة. كيف تقيمون دور المقاومة الوطنية؟ هل نجحت في افشال المشروع الاحتلالي دكتور؟ نعم، لا شك انه كان للعراقيين موقفا واضحا من الاحتلال. نعم. وكانت نسبة ليست قليلة من العراقيين لها موقف، وحتى الرئيس بوش قال انه لو احتلت امريكا لقاتلت. نعم. وبالتالي المقاومة هي شرف يعني يفترض بكل من يملك ذرة من الرجولة والغيرة ان يعني يعمل على ان يكون مع هذا الموقف ولو بالكلمة. وبالتالي هنالك فرق بين المقاومة النقية والمقاومة العبثية. يعني في مرحلة من المراحل كان هنالك مقاومة حقيقية في العراق. لكن تعرف أنه بعد أن استمرت ما تسمى العملية السياسية والمؤامرات الدولية على العراق والعراقيين، ربما وصلنا إلى مرحلة بقاء المقاومة الإعلامية أو مقاومة الموقف. ذلك لأننا اليوم لا يمكن أن نحسب الذين جاءوا أو كانوا في مرحلة من مراحل تحت غطاء الأمريكان، ولولا الأمريكان لما يعني كانوا في العراق، لا يمكن أن نعدهم من المقاومين أو من ضمن المقاومة الوطنية. وعليه أنا أعتقد أن اليوم المقاومة الوطنية يعني حصرت في الإعلام، في الموقف، في الثبات في داخل العراق. مثلا حينما نتحدث عن التغيير الديمغرافي ونتحدث بالمقابل عن هجرة غير مبررة، أستاذ أرجو أن تنتبه لهذا الأمر، هجرة عراقية غير مبررة إلى أوروبا وإلى دول الجوار، هنالك فرق بين المتضرر والذي يمكن أن يتضرر ومن الذي يخرج من أجل الماء والكهرباء وهذه الأمور. هذا يشارك في المقاومة السلبية. هذا يشارك في ضرب العراق. ذلك أننا حينما نتحدث عن تغيير ديمغرافي نجد أن بعض الناس مثلا في الدولة الفلانية المجاورة والدولة الفلانية المجاورة، وأنا أتمنى أن يتم تحمل صراحتي في هذا النقطة. يعني نتحدث عن تغيير ديمغرافي وأنا أترك العراق وأذهب لاجئا إلى أوروبا، وأنا غير مطارد أصلا في العراق وغير مطلوب، بدليل أنه أنا أستخرج جواز عراقي عادي ويمكن أن أزور العراق بين فترة وأخرى. طيب. ونماذج تعرفها جنابك وأعرفها أنا وكل إحنا نعرفهم. طيب. وبالتالي هؤلاء ساهموا في ضرب المقاومة، ساهموا في ضرب العراق، ساهموا في التغيير الديمغرافي. وعليه من يحب العراق اليوم وهو لا يوجد عليه خطر أمني، عليه أن يعود للعراق، عليه أن يعود لوظيفته، عليه أن يعمل أن يعود لوظيفته ويعمل على مكافحة الفساد وأن يعمل على مكافحة الخراب الموجود في العراق. أما أننا نبقى مطاردون، الأمم المتحدة تقول أن اللاجئ الذي يبقى في أي دولة أكثر من 8 سنوات يتأقلم مع المكان الذي هو فيه. وبالتالي نحن نعاني من مئات آلاف العراقيين الذين لديهم عوائل ترفض العودة إلى العراق بسبب مضي أكثر من 10 سنوات على البقاء خارج العراق. هذا يؤكد أننا نساهم، وأقصد بأننا الذين ليس عليهم أي ضرر بالعودة إلى العراق يساهمون في التغيير الديمغرافي، يساهمون في الفساد، يساهمون في الخراب. علينا أستاذ محمد أن نعود للعراق
من أجل أن نبني عراق. جنابك مدرس، فلان مهندس، فلان عامل، فلان فلاح، فلان، وهكذا كل من موقعه. يمكن أنا اليوم أبني لبنة وفلان غدا طابوقة وغدا طابوقة، إلى أن نوصل الناس السراق والفاسدين إلى أن يبتعدوا عن مناطق الشرف ومناطق غير الفاسدين. نعم. وبالتالي نحن، وحينما أقول نحن يعني جزء من الشعب العراقي مساهم في الخراب الموجود في العراق، وعلينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. دكتور عبد الرزاق، بسؤالي الأخير إلى حضرتك قبل مغادرتنا، تعتقد أن الاحتلال الأمريكي يتحمل وحده مسؤولية ما جرى ويجري في العراق، أم أن المسؤولية ربما تكون تطال السياسيين داخل العراق؟ تعتقد ذلك؟ طبعا الأساس في الموضوع كله طبعا هو الاحتلال الأمريكي. يعني أنا بالنسبة لي وجهة نظري واضحة، أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لما استطاعت أي جهة أو أي شخص أو أي دولة من الدول التي الآن تتدخل بالعراق لما استطاعت أن تخطو هذه الخطوة، لأنه العراق حقيقة رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بها بالتسعينات، وإحنا كنا عشنا هذه الظروف. هذه الظروف طبعا كلها حقيقة رغم صعوبتها ويعني تأثيرها على حياتنا وعلى يعني سلوكنا العام ووضعنا العام واقتصادنا وحياتنا ومعيشتنا، ومع ذلك كنا دولة يعني قوية. ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لما استطاعت أي قوة مهما كانت أن تغير الوضع في العراق. لذلك أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حملت المعول، وكل هؤلاء بما فيهم إيران هم أدوات حقيقة تم استغلالهم بطريقة أو بأخرى لتحطيم العراق، لتهديم العراق، لخلق هذه البؤر، بؤر الفساد وبؤر التفرقة الاجتماعية. وطبعا أنا أحمل هذول الناس اللي جاءوا خلف الاحتلال خلف الدبابة الأمريكية طبعا باعتبارهم الأدوات السيئة، أدوات المشينة التي استخدمها الاحتلال في سبيل تمرير مخططاته على الشعب العراقي. وأنا دائما أشبه الولايات المتحدة الأمريكية مثل الإقطاعي والسرقال مالته هو النظام الملالي في إيران. وقبل شوية أنت سألت الدكتور جاسم على موضوع المقاومة. الحقيقة المقاومة العراقية التي استطاعت أن تكسر ظهر الولايات المتحدة الأمريكية وتدفع بالرئيس بوش إلى أن يكاد يقرر أن يسحب القوات الأمريكية من العراق في عام 2005، إلا أنه الدور الإيراني ودور ما سمى دكتور جاسم هذه الآن يسمون نفسهم المقاومة، اللي هم حقيقة مقاومة ضد الشعب العراقي، مقاومة ضد العراق، مقاومة لمصلحة أمريكا ومصلحة النظام الملالي في إيران. هذه طبعا لعبة ودور في يعني التآمر على المقاومة الوطنية العراقية من الخلف، وكان وجودهم طبعا وأيضا وجود قوى أخرى أدخلت إلى العراق في ذلك الوقت حولت المسار من مسار يكاد يعني أن ينجح في تحطيم قدرات وإمكانيات الاحتلال. نعم دكتور. نعم دكتور. ولكن للأسف الشديد طبعا هؤلاء أدوا دور يعني سيء ودور خسيس في يعني ضرب المقاومة العراقية من الخلف. أنا أشكرك دكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، كنت معنا عبر سكايب، أشكر لكم انضمامكم إلينا دكتور عبد الرزاق. أستاذ ضياء، بدقيقتين أو أقل من ذلك، عندما نتحدث عن الوضع الإنساني بعد 18 سنة من الاحتلال، كيف تقيمون أوضاع النازحين الذين يعيشون بين تهجير من مدنهم وإعادة قسرية لها من دون إعمار؟ بدقيقتين أو أقل من ذلك أستاذ ضياء لو تفضلتم.
نعم، حقيقة ما يجري بالوقت الحاضر في العراق بصيغة رسمية، بصيغة من وزارات، وزارة الدفاع أو وزارة الزراعة، بتفقير الناس، بتفقير المجتمع العراقي. يعني وزارة الدفاع تستثمر أراضي بحزام بغداد بحجة بناء مساكن للجيش، وهذا من حقها، بس تجي في مناطق هي زراعية، بمناطق يعني مؤهلة بالسكان الموجودين الأصليين من غير هذه الطائفة. ونفس الشكل وزارة الزراعة بعض العقود الزراعية الموجودة المبرمة سابقا معهم لغت هذه العقود وعدم تمديد هذه العقود. إذن العملية، الحالة الإنسانية الموجود بها اللي قاعد يعيش بها الشعب العراقي يعني صعبة جدا. أنا مع كل احترامي وتقديري للدكتور جاسم الشمري على الموضوع اللي طرحه أنه الناس الطالعين خارج العراق، أنا طالع من بداية السبعينات حقيقة مو هسه. الموضوع هذا العراقيين من حق كل إنسان أن يعيش حياة كريمة. أخي بالعراق لا توجد حياة كريمة. العراق جابه المحتل، جابه ناس، وانتم تعرفوهم دكتور، انت تعرف من هؤلاء الناس، انا دائما اشرح تاريخ كل واحد منهم، انت خير العارفين بهذا الموضوع. اذا الموضوع ذول الناس الموجودين يجب ان يزاحوا، يجب ان يزاحوا باكملهم. العمليه السياسيه بالوقت الحاضر هي باطله، لا توجد لها عرف دولي، ولا موجوده دوله بالعالم تحترم الدوله العراقيه. يعني نعم استاذ ضياء، واحد موظفين يقول يدخل السفير الايراني الى وزير الداخليه ويهين وزير الداخليه لتصرفات ضد، مو ضد، وانما يفرض ضرائب او فيزا على 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 الايرانيين بدخولهم لايران. هذه الحاله بالعراق، اذا العراق حتى وزير ما يقدر، هل كان يتجرأ بالنظام السابق او بالانظمه حتى بالنظام الملكي يجي من دوله اخرى يجي يتهجم على وزير؟ ما ترى هاي الحاله. نعم استاذ ضياء، نعم استاذ ضياء، انا اسف ولكن ادركنا الوقت، اسف جدا، واشكرك من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم. دكتور جاسم، باقل من دقيقتين، كيف السبيل لتلافي الحاله العراقيه القائمه؟ يعني انا اعتقد انه رغم الالم، رغم الحاله السوداويه الموجوده في العراق، يفترض عدم الياس، وان نزرع الامل في نفوس الناس، وأن نقول للناس أن التغيير قادم، وأن الحالة السلبية القائمة لا يمكن أن تستمر. ذلك لأن المنطق والعقل والتجارب الإنسانية أثبتت أن الظلام يعقبه ضوء، الليل يعقبه صباح، هذا أولا. ثم علينا بالعمل والعمل والعمل، وعدم ترك العمل. ثم علينا التكاتف من أجل فضح الفاسدين والمخربين والقتلة والمجرمين. ثم علينا دعم المظاهرات السلمية وعدم يعني البقاء في حالة الظل أو الخوف. ذلك لأننا نخجل من تضحيات الشهداء، وبالذات تشرين 800 شهيد من في عمر الزهور قدموا حياتهم من أجل العراق، وأنا أخاف على راتبي وعلى على أمور دنيوية بسيطة لا قيمة لها أمام النفس البشرية. أيضا علينا كشف المخططات السياسية التي تريد أن تركب موجة الوطن والمقاومة وهذا الأمر، وعلينا أن نبين للناس الحالة الحقيقية التي يفترض أن نسير عليها. علينا محاربة الإعلام الطائفي الذي يساهم في زرع الفتنة والخراب والطائفية بين العراقيين. علينا أن يعني ندعو المعلمين والمدرسين والمربين وأئمة المساجد والجوامع والنقابات المهنية بكل صنوفها أن تعمل على أن تأخذ دورها الحقيقي في كشف الحالة السلبية القائمة في العراق، وأن لا نبقى في حالة أنه الوضع طالما أنا لست في المواجهة فالأمر لا يعني، الأمر سيأتيك إن لم يكن غدا فبعد غد. وعليه هذا التكاتف الروحي، هذا التكاتف الفكري سيقود إلى تكاتف جسدي. علينا أن نتكاتف فكريا روحيا، وعلينا أن لا ننسى اليتامى والأرامل والفقراء، وعلينا أن نفهم أن العراق اليوم بحاجة إلى أن يتكاتف أهله على الكثير من القيم التي تربينا عليها. لا يمكن أن نقبل أن الحالة السلبية التي جرت
بعد عام 2003 تترك تجعلنا نطلق ما نعم تعلمناه من أمور جيدة، وبالتالي علينا أن نعمل من أجل العراق ومن أجل مستقبل العراق. أنا أشكرك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم هنا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.